بإطار لقاء تاريخ جمع بايدن بالسوداني، وبنظرة استغراب عاش العراقيين لأنه أبو مصطفى أحمل ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق أكثر الملفات أهمية وجدل. وبهاي الأثناء برزت ثلاث فرق حللت الزيارة إلى تحليلات متفاوتة. الأول يقول أنه السوداني ما أجاب شيء جديد، وهذا الرأي ينطبق عليه المثل اللي يقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء، فكل ما قاله في البيت الأبيض كان قد كرره في بغداد عشرات المرات. والفريق الثاني يقول أنه من الملاحظ جدا أن السيد السوداني كان يسعى إلى أن يتطابق كلامه مع رغبات الإدارة الأمريكية في موضوع الالتزام بالقانون الدولي وحماية المنشآت الأجنبية في العراق والشراكة وبقية القضايا التي تنطبق مع آراء وتوجهات الولايات المتحدة في الشأن العراقي، وكأنما يقول لهم اجعلوني رئيسا لولاية ثانية فإنني حفيظ عليم. وهذا الرأي يتقاطع مع الفريق الثالث اللي يشوف أن السوداني أهمل ولم يتحدث مطلقا عن مفردة انسحاب القوات الأجنبية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا اللقاء، إنما أحال على لجنة المشتركة. وهذا يدفعنا للتحليل بالقول أن العراق المصمم على الالتزام بنتائج اللجنة المشتركة هو كلام ينم عن ضعف سياسي، فما جدوى التفاوض لأشهر حول هذا الموضوع ثم العودة إلى مخرجات اللجنة المشتركة والالتزام به وهو الشيء طبيعي؟ فشنو الجديد؟